بدأت الوفود من جميع المناطق والقبائل بالوصول إلى مدينة ترهونة، ما يقرب عن 5000 يمثلون المدن والقبائل والمكونات، يتوقع حضورهم إلى ترهونة التي يحاول أعيانها إحداث اختراق مهم في الحالة العامة عبر تصدير الدور الاجتماعي للواجهة، علّه ينجح في تقريب وجهات النظر والتخفيف من وطأة الخلافات السياسية التي عصفت بليبيا طيلة السنوات الماضية. من كل المدن والمناطق شرقا وغربا وجنوبا تصل الوفود تباعا في مشهد يجسد عمق العلاقات الأخوية بين الليبيين، ويؤكد من جديد على أن المسار الاجتماعي إن هو تحصل على الدعم فهو قادر على فعل ما لم يفعل في المسارات السياسية. هذا الاجتماع اجتماع لكل الأقاليم الثلاثة، الشرق الجنوب والغرب وجنوب الغرب. هذا الاجتماع لتقرير مصير وحقوق ليبيا في هذه الأحداث المتسارعة. فهذه الأحداث تتطلب وقفة جادة لقرار مصيري، والآن احنا مستمرين في النقاش، نقاش واسع النطاق من كل الجوانب، ومطالبتنا انسحاب الانكشاريين من عاصمة كل الليبيين. هذا الملتقى العام يأتي في وقت مهم جدا على اعتبار الحرب التي يخوضها الجيش الوطني ضد التشكيلات المسلحة في طرابلس، فمن المتوقع أن يكون هذا الملتقى دافعا باتجاه دعم الجهد العسكري نحو إرساء الأمن والاستقرار. الشعب الليبي طبعا كلهم وراء الجيش بقيادة المشير كان حرب خليفة بالقاسم حفتر، ويعرف الأتراك أنهم بالأمس تركوا ليبيا للطليان وقاتلوا الآباء والأجداد، واليوم العدو الخارجي حضر المرتزقة والدواش ومن ورائهم الأخوان المسلمين وإطفاء زخم على ما يتم بذله طيلة الشهور الماضية، وكذلك إيصال رسائل للبعثة الأممية المدعوة للملتقى والمجتمع الدولي بأن الفعاليات الاجتماعية وهي الجزء الأصيل في تركيبة الشعب الليبي تدعم بناء المؤسسات على شرط إنهاء الوجود المسلح ودعم أجهزة الشرطة والجيش الوطني، كما أنها توصل الرسائل بأن الخلافات ليست بين المكونات الاجتماعية بكل تركيباتها، بل بين من يريد الأمن والاستقرار ومن يريد استمرار المشهد الفوضوي المسلح. ملتقى مهم في توقيت أهم في انتظار توصيات البيان الختامي وإمكانية تحقيقه على واقع مليء بالتناقضات والتشابكات.